لا رانا نشوفوها تتباع بارت 2 دوكا حاليا، راهي تتباع بارت 2. اسكو تنصح الناس بها يستعملوها وحدهم بطريقه عشوائيه في الدار، ولا لازم يكون معاهم خبير، ولا لازم يتعلموا كيفاش يخدموا بها؟ لان هي تبان بسيطه كما رانا نشوفوا. نعم، ولكن انت راح تقول لنا اليوم. اول حاجه احنا كي نشوفوا مثال، نزيد نزان هذه في يدي خي نزو، هي نفسها. هذه عباره على حجره كما نقولوا سي دي بيار. دونك هذه نجم اي انسان راح يستعملها وحده، ماهوش محط من الخبير، لانه هذه رايحه تعتمد فقط على لو ميغيديان. ولكن طريق اداء ربما لا نفسها، يعني ربما احنا اول حاجه الناس اللي كي تعمل اي حاجه الى الوجه تاعو، كاين الناس كي تشوف معاك تلقى الوجه تاعو متصاعد، بمعنى الجاذبيه قاعده تاثر فيه وقاعده تنزل فيه. دونك لي موفمون تاعي كيف راح نعملهم عكس الجاذبيه، باه نعاود الرجع كما قلنا الاحجام يعني للفوق تكون راح تكون للاعلى اكيد. ولكن اسمح لي نقاطعك فقط، لكن اليوم نشوفوا باللي الناس كل واحد والغايه تاعو، وعلاش راهو يستعمل في هذه الالات الوجه، ربما البنات تحب بالك هو الرفاهيه الجسديه راح يبقى ديما البيان تاعو، ولكن الاول وفي الاخير يحبوا يخبيوا لي ريد، يحبوا يبانوا لي بوماد ديالهم، يحبوا شد الوجه يبقى دائما. هل هذه تساعد حقيقه على هذا الشيء ولا؟ بالنسبه للرولوجات هذايا الهدف من الاستعمال تاعو الغرض الطاقي، تلقى مثال من بينهم انتم في الصحافه يعني نعطلوا انتم مع الناس راح يكون لكم الكيميل، هذوما كامل راح يكون عباره على كانه طاقه سلبيه اللي تعاود تجي على الوجه نتاعنا. يعني تلقى الانسان اللي بلون تلقاه بلون هذاك، بصح تلقى كانه كاينه غمامه سوداء على الوجه نتاعو. نعم. هذه من المحيط من لافريكونتاسيون تاعو هي اللي تنزل عليه، دونك لهنا نوليو نستعملوا هذا النوع. الى الناس تستعمل هذا يعني في الليل ولا في النهار ولا يعني في طول وقت. اليوم خصوصا هذا انرجيتيك، هذا راح يكون اي وقت. اما الى نتكلموا على التنظيف للعنايه، الا نتكلموا في مجال تاع العنايه، لان مجال تاع العنايه انك كان الزوجه يعني تعمل الصباح وتعمل في الليل قبل النوم، يعني كل واحده وكيف راح يكون فيها. يا اسكو كاين برودوي مثال، انا كي نقول حجامه او لا ماديغو هذه التدليك بالخشب او يعني اي حاجه لهنا راح يكونوا فيها سيرومات، راح يكونوا فيها زيوت، راح يكونوا فيها كريمات كما رانا نشوفوا اليوم. لا ماديغو ولا رولوجات هذا ما يحتاج. نعم. طيب اليوم